أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذات سيرة حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقد سبق ان ذكرت حول مكانة ابي بكر الصديق رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر مزيدا منه، مما يوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يعينه خليفه بعده. بل قال بان الله يابى الا ان يكون ابو بكر خليفه يخلفه صلى الله عليه وسلم فعن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي ابا بكر اباك واخاك حتى اكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنٍ ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثم هناك رواية عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي واشار الى ابي بكر وعمر قال ابو هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع بها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا اي تحول الى دلو كبير فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، أي ارتوى الناس وذهبوا إلى أماكنهم. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيخلفانه. لقد سبق في ذكر سيرة الصحابة الآخرين تصرف أبي بكر عند واقعة الإفك وفضائله، أما هنا فأذكر جزءًا مختصرًا منه مما يوضح أنه قد ألصقت بالسيدة عائشة -رضي الله عنها- تهمة كبيرة كأنما وقع عليه الجبل ولكن أبويها كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر حبا وعشقا واحتراما منهما لابنتهما فتركا ابنتهما في هذه الفترة فيما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فذات مره جاءت عائشه رضي الله عنها الى بيت ابويها في تلك الايام فارجعها سيدنا ابو بكر الى بيتها فورا حيث ورد في البخاري ان عائشه رضي الله عنها جاءت مع الغلام الى بيت ابويها باذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها فدخلت الدار فوجدت أمي أم رمانة في السفلي أي في الطابق السفلي للبيت وأبا بكر فوق البيت يقرأ القرآن فقالت أمي ما جاء بك يا بنيته فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني فقالت: يا بنية خففي عليك شأنه، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدناها وقيل فيها. وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قلت وقد علم به أبي. قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت. فسمع ابو بكر الصوتي وهو فوق البيت يقرا القران فنزل فقال لامي ما شانها قالت بلغها الذي ذكر من شانها ففاضت عيناه وقال اقسمت عليك اي بنيه الا رجعت الى بيتك فرجعت ذكر المصلح المعوض رضي الله عنه المكيده الخفيه بخصوص واقعه الافك ومناقب ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال علينا أن نفكر في الأشخاص الذين كان بإمكان المنافقين أو كبرائهم أن ينتقموا منهم بالتشهير بسمعتهم ويحققوا أهدافهم. والقليل من التدبر يكشف لنا أن ثمة شخصين اثنين كان بإمكانهم الانتقام منهما من خلال اتهام عائشته. وهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إذ كانت زوجة الأول وابنة الثاني إنهما الشخصان الوحيدان اللذان كان تشهير بسمعتهما يمكن أن ينفع بعض الناس من الناحية السياسية والاقتصادية أو من حيث العداء أو بتعبير آخر كان بإمكانهم أن يحققوا بعض المآرب والأهداف بالتشهير بهاتين الشخصيتين، وإلا فلا مبرر أن تكون لهم أي رغبة في التشهير بعائشة رضي الله عنها، لم يكن لها أي خصم إلا ضرائرها وقد يظن احد ان ضرائرها قد تامرنا عليها ليسقطنها في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم وليحظين بتقربهن له صلى الله عليه وسلم ولكن التاريخ يؤكد ان ضرائرها لم يتورطن في هذه القضيه اطلاقا بل تقول عائشه نفسها كنت أعتبر زينب بن جحش هي خصم الوحيد من بين جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لن أنسى المعروف العظيم الذي صنعته بزينب حيث قامت بتفنيد تهمتي التي ألصقت بي بأشد مما فعلته أي امرأة أخرى وعليه فإذا كانت عائشة رضي الله عنها يمكن أن تواجه العداء من أحد فهو من ضرائرها اللواتي كان بإمكانهن الاشتراك في تلك التهمة إذا أردنا ذلك ليسقطنها في نظر النبي صلى الله عليه وسلم ولتزداد مكانتهن عنده صلى الله عليه وسلم ولكن يثبت تاريخيا أنهن لم يتدخلن في هذا الأمر بل وإن سئلت إحداهن عن ذلك اثند على عائشه رضي الله عنها اذ ورد عن احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر قالت لم ارى فيها الا الخير باختصار إذا كان بالإمكان أن يظهر مثل هذا العداء من أحد فكان من ضرائرها ولكن ثبت أنه لم يكن لهن ضلع في هذه القضية كما أنه ليس هناك سبب لعداء الرجال مع النساء فثبت أنه كان وراء رميهما عائشة بهذه التهمة إما عداؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغضهم لأبي بكر رضي الله عنه. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتبوأ منزلة ما كان لهؤلاء أن يطالوها. إنما الخطر الذي كانوا يستشعرونه أنهم ربما لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. إذ كانوا يرون في أبي بكر رضي الله عنه خطرا يهددهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان هو الشخص الوحيد الذي كان أهلا لأن يكون خليفة بعده صلى الله عليه وسلم فاتهموا عائشة رضي الله عنها لتسقط في نظري، عائشة رضي الله عنها لتسقط هي في نظر رسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي يفقد أبو بكر المكانة المرموقة التي يتبوؤها في نظر المسلمين، فيتبرؤون منه، ولا يكنون له الحب والاحترام اللذين يبدونهما نحوه، وبالتالي لا يبقى هناك أي إمكانية ليخلف هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. كما ظل حزب اللاهوريين يعترضون علي بعد وفاة الخليفة الأول رضي الله عنه ويحاولون لتشويه سمعته لهذا السبب قد ذكر القرآن الكريم موضوع الخلافة بعد الحديث عن واقعة الإفك فقد ورد في الحديث صراحة أن صحابة كانوا يقولون فيما بينهم خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث ما معناه أن شخصا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حقق لي بغيتي هذه فقال له صلى الله عليه وسلم ليس عندي متسع من الوقت الآن فتعال فيما بعد كان الزائر يجهل أداب الباقة والتحضر فقال ما أنت إلا بشر ويمكن أن تموت قبل أن آتي فماذا تنفعني عودتي حين ذاك فقال صلى الله عليه وسلم إن لم أكن في الدنيا حينئذ فاذهب إلى أبي بكر وسيسد حاجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مرة: يا عائشة لقد وددت أن أعين أبا بكر خليفة بعدي، ولكني أعلم أن الله تعالى والمؤمنون لن يرضوا بسواه، فلم أكتب شيئا. إذا كان الصحابة يعرفون طبيعة الحال أنه إذا كان هناك شخص يستحق أن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو بكر ففي مكة لم تكن هناك إمكانية توطيد دعائم الحكومة وتدبيرها ولكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستتبت حكومته بدأ هذا السؤال يخالج أذهان المنافقين بطبيعة الحال لأن كثير من آمالهم خابت نتيجة وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أنه لم تعد هناك أي إمكانية لتتويجه استشاد غضبا ورغم أنه أسلم بالظاهر الا انه ظل يعمل جاهدا لعرقله طريق الاسلام ولما فشل في ذلك لم يعد امامه الا ان يتمنى وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيصبح هو ملكا على المدينه ولكن بمجرد ان قام بين المسلمين النظام الجديد من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يسألونه عن شتى الأمور بما فيها كيف يكون نظام الحكم في الإسلام؟ وماذا يحدث بالإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ وماذا على المسلمين فعله بهذا الصدد؟ فأوجس عبد الله بن أبي بن سلول خيفة من ذلك، ورأى أنه لن يكون له أي نصيب في الحكومة الإسلامية التي ستقوم على هذا المنوال أراد أن يغير مجرى الأحداث فلما أمعنا النظر وجد أنه إذا كان أحد أهلا لإدارة الحكومة وفق المبادئ الإسلامية فهو أبو بكر رضي الله عنه فهو الوحيد الذي تتجه إليه أنظار المسلمين بعد رسول صلى الله عليه وسلم ويحترمونه أكثر من أي شخص آخر فقرر تشهير بسمعه ابي بكر رضي الله عنه ليسقطه في عيون الناس وفي عين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فلم يزل يتحين الفرص لتحقيق ماربه الخبيثه حتى وجدها في تخلف عائشه رضي الله عنها في تلك الغزوه فاتهمها بتلك التهمه الشنيعه البشعه التي قد اكتفى القران الكريم بالاشاره اليها ولكنها مذكوره في الاحاديث بالتفصيل وكما قلت كان هذا يستهدف بذلك ان يهين ابا بكر رضي الله عنه في اعين الناس وتفسد علاقاته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يحول دون ذلك النظام الذي كان يراه امرا يقينيا والذي يرى في قيامه خيبه لاماله ولم يكن عبد الله بن ابي بن سلول هو الوحيد الذي كان يحلم بتولي الحكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان هناك اناس اخرون مصابون بهذا الهوس. المنافق يرى موته بعيدا وموت الاخرين قريبا. وهذا ما فعل عبد الله بن ابي بن سلول. فرأى موته بعيدا دون أن يدري أن الموت المرير سيفاجئه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون له الملك بعده على العرب ولكنه وجد الآن أن المسلمين يعظمون أبا بكر لصلاحه وتقواه وأنه يصلي بالناس كلما لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاته ويستفتونه في المسائل اذا لم يجدوا فرصة سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. فحزن عبد الله بن ابي بن سلول فاراد ان يضع حدا لهذا الوضع فاتهم عائشة رضي الله عنه بتلك التهمة البشيعة ليكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤدي ذلك الى سقوط ابي بكر في اعين النبي صلى الله عليه وسلم. ويحط قدره بين المسلمين أيضا فلا يكون هناك أي إمكانية لخلافته بعد رسول صلى الله عليه وسلم وقد بيّن الله تعالى هذا الأمر في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أي أن الذين رموا عائشة بالتهمات كاذبا هم مجموعة منكم ولا تظنوا ان هذا الامر سياتي بنتيجه سيئه بل سيؤدي الى خيركم ورقيكم فيقول عز وجل ها نحن نبين لكم القواعد والضوابط بشان الخلافه ونخبركم سلفا ان المنافقين سيسعون جاهدين للحيلوله دون قيام الخلافه ولكنهم يفشلون فشلا ذريعا وسنقيم الخلافه فيكم يقينا لانها جزء من النبوه ووسيله لحمايه النور الرباني قال المصلح الموعود رضي الله عنه هكذا ترى أن الله تعالى قد بيّن في سورة النور من بدايتها إلى نهايتها موضوعا واحدا فأولا تحدث عن التهمة التي ألصقت بعائشة ثم بيّن هدفه الأساس وراء هذه التهمة وهو أن يخزو أبا بكر ويفسد ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من علاقات طيبة. فينحط أبو بكر في عيون المسلمين وبالتالي لا يستطيع أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان قد أدرك أن المسلمين لا يتطلعون إلى أحد بعد رسول صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر ولو أن أبا بكر صار خليفة فلن تتحقق أحلامه بالملك. ومن أجل ذلك ذكر الله تعالى الخلافة مباشرة بعد ذكر تلك التهمة، موضحا أن هذه الخلافة ليست ملوكية. إنما هي سبب لقيام نور الله تعالى، وأنه تعالى قد تولى بنفسه إقامة الخلافة. وان ضياعها هو بمنزله ضياع نور النبوه ونور الالوهيه فلا بد ان يقيم الله تعالى هذا النور ولن يدع تقوم المملكه بعد النبوه ويختار من يشاء خليفه بل إنه تعالى يعد المسلمين بأنه لن يستخلف منهم خليفة واحدًا، بل سيهب هذا المنصب لعدة أشخاص، لكي يمتد هذا النور زمانًا. هذا المضمون يشبه قول الخليفة الأول رضي الله عنه: بان الخلافه ليست مياه غازيه تشترى من دكان الكيسيري بحيث شربها من شاء كذلك قال المصلح الموعود رضي الله عنه فمهما اثرتم التهم فلن تستطيعوا القضاء على الخلافه فلن تقدروا على حرمان ابي بكر منها لأن الخلافة نور، والنور وسيلة لظهور الله تعالى، وأن للإنسان أن يطفئها بمكائده، ثم قال: كذلك يوجد نور الخلافة هذا في بعض البيوت الأخرى، ولا يسع أي إنسان بمساعيه ومكائده أن يمنع ظهور هذا النور. باختصار هذا مضمون عن الخلافة بينها المصلح المعود رضي الله عنه في خطبة له، ويتبين منها ماذا كانت مكانة أبي بكر رضي الله عنه في عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت بشهادة الله الفعلية أيضا أن الخلافة التي وعد في النبوءات بقيامها بعد رسول صلى الله عليه وسلم فورا قامت واستمرت. وأما المملكة فجاءت فيما بعد ثم قام نظام الخلافة بواسطة المسيح الموعود عليه السلام بحسب الوعد الإلهي ورد عن تواضع أبو بكر رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال. فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن أجلس إذ وقع الشيطان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيفضي عنها لله عز وجل إلا عز الله بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده بها كثرة وما فتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في ذكر ميزات أبي بكر رضي الله عنه كان رضي الله عنه عارفا تام المعرفة حليم الخلق رحيم الفطرة وكان يعيش في زي الانكسار والغربة وكان كثير العفو والشفقة ورحمة وكان يعرف بنور الجبهة وكان شديد التعلق بالمصطفى والتصقت روحه بروح خير الورى وغشيه من النور ما غشى مقتداه محبوب المولى، واختفى تحت شعشعان نور الرسول وفيوضه العظمى، وكان ممتازا من سائر الناس في فهم القرآن، وفي محبة سيد الرسل وفخر نوع الإنسان. ولما تجلى له النشأة الأخروية والأسرار الإلهية نفض التعلقات الدنيوية ونبذ العلق الجسمانية وانصبغ بصبغ المحبوب وترك كل مراد للواحد المطلوب وتجردت نفسه عن قدرات الجسد وتلونت بلون الحق الأحد وغابت في مرضاة رب العالمين. وإذا تمكن الحب الصادق الإلهي من جميع عروق نفسه، وجذر قلبه وذرات وجوده، وظهرت أنواره في أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده، سمي صديقًا وأعطي علمًا غضًا طهيًا وعميقًا من حضرة خير الواهبين. فكان الصدق له ملكه مستقره وعاده طبعيه وبدت فيه اثاره وانواره في كل قول وفعل وحركه وسكون وحواس وانفاس وادخل في المنعمين عليهم من رب السماوات والارضين وانه كان نسخه اجماليه من كتاب النبوه وكان امام ارباب الفضل والفتوى ومن بقيه طين النبيين ولا تحسب قولنا هذا النوع من المبالغة ولا من قبيل المسامحة والتجوز ولا من فور عين المحبة بل هو الحقيقة التي ظهرت علي من حضرة العزة مكانة ابي بكر رضي الله عنه وميزاته ومناقبه التي بينها المسيح الموعود عليه السلام هي ظهرت عليه من الله تعالى مباشرة ثم قال عليه السلام وكان مشربه رضي الله عنه التوكل على رب الأرباب، وقلة الالتفات إلى الأسباب، وكان كظل لرسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في جميع الآداب، وكانت له مناسبة أزلية بحضرة خير البرية، ولذلك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل للآخرين في الأزمنة المتطاولة والأقطار المتباعدة. كان أبو بكر رضي الله عنه ضمن أربعة عشر نقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أعطي سبعة نخباء أو نقباء وعطيت أنا أربعة عشر قلنا من هم؟ قال أنا وابناي أي علي وابناه وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر وموسى بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وحذيفه وعمار وعبد الله بن مسعود كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد امر على الحجيج ايضا ورد بهذا الشان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك اراد الحج فذكر له مخالطه المشركين للناس في حجهم وتلبيتهم بالشرك وطواف معراة بالبيت فأمسك صلى الله عليه وسلم عن الحج في ذلك العام وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج فخرج رضي الله عنه من المدينة في ثلاثمائة من الصحابة فبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة قلدها بقلايد، وشعرها بيده الشريفة وساق أبو بكر رضي الله عنه خمسة من البدن. ورد في الرواية أن علياً رضي الله عنه قام بإعلان أوائل الآيات من سورة براء في هذا الحج. وقد سبق أن ذكرت هذا الأمر مفصلاً عند الحديث عن سيدنا علي، كما ذكرته في بداية الحديث عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما في إحدى الخطب. وأذكره هنا أيضاً بإيجاز. لما نزلت سورة براءة أي التوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أميرا ليقيم للناس الحج، فقيل له يا رسول الله لو بعثت في هذه السورة إلى أبي بكر ليقرأها في الحج فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤدي هذا الواجب عني إلا رجل من أهل بيتي، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وقال له اخرج بهذا الامر الوارد من صدر سوره براءه واذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا بمنى انه لا يدخل الجنه كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته فخرج علي حتى أدرك أبو بكر رضي الله عنه من بالطريق فلما رآه أو لقيه أبو بكر قال أأمير أنت أم مأمور فقال بل مأمور أي قال علي أنت أمير وأنا تحت إمارتك ولكن هذه الآيات سأقرأها أنا ثم مضي فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت تفصيل ذلك آنفا. ذكر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مستمر وسوف أتناوله فيما بعد إن شاء الله. أما الآن فسأقوم بذكر بعض المرحومين. وأولهم الداعية محمد داوود ظفر ابن تشودري محمد يوسف. كان يعمل في مطبعة الرقيم هنا في المملكة المتحدة. توفي في 16 نوفمبر الجاري عن عمر يناهز 48 عامًا. ان لله وانا اليه راجعون جنازته حاضرة وسوف اصلي عليه بعد صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى تخرج المرحوم من الجامعة الأحمدية بربوة حاملا شهادة الشاهد عام 1998 ثم ظل يعمل داعية في أماكن شتى ثم في عام 2001 أوفد إلى هنا إنجلترا للعمل في مطبعة الرقيم بإسلام وظل يقوم بهذه الخدمة بشوق ومحبة. كان شديد الولاء للخلافة، قد عمل رئيسا للجماعة في إسلام لفترة في أيام إقامته فيها. وفقه الله تعالى للعمرة أيضا. كان منخرطا في نظام الوصية بالجماعة، ترك وراءه والديه وزوجته وثلاثه ابناء وبنتا كتب والده شودري محمد يوسف لما قلت لداود اني اريد ان يصير داعيه حقق رغبتي هذه بكل شوق قال له الناس لو أنك بذلت في سبيل الدراسة المادية الجهد الذي تبذله في سبيل أن تكون داعية لتقلت وظيفة جيدة وتمكنت من تحسين الحالة المادية لأهلك ولكن المرحوم داود رفض هذه الاقتراحات كل رفض ووفى بعهد وقف الحياة للدين وفاء تاما منذ تخرجه من الجامعة الأحمدية كداعية إلى يوم وفاته ويضيف والده: كان ابنا مطيعا جدا، نفذ كل ما قلت له، ولم يرفض قولي قط، بل سعى دائما لكي يسرني، لم يفكر قط في ترك الوقف رغم الضائقه الماديه. يقول والده المحترم ايضا: في ايام دراسته في الجامعه الاحمديه كثيرا ما كان اطار دراجته الهوائيه يصاب بالبنشر وكانت النقود لاصلاحه غير متيسره بسبب ضيق يدنا فكان ينفخ الاطار بالهواء من البيت ويذهب بها الى الجامعه ويعيد العمليه نفسها عند عودته الى البيت ولكنه لم يشتكي قط كان داعيا مطيعا لخليفة الوقت وفهاما لما يريده الخليفة كتبت زوجته السيدة مباركة عشنا معا 22 عاما كان زوجي لين القلب مجتهدا متوكلا على الله جدا وخدوما الجميع بإخلاص وصدق جاءت في حياتنا مواقف كثيرة بدت فيها بعض الأمور مستحيلة فإذا قلت له كيف يتم هذا الأمر؟ فكان المرحوم يقول توكلي على الله فكل شيء سيتم على ما يرام ثم كان يتم كما قال بفضل الله تعالى كان ينصح الأولاد دائما بأن يكونوا أناس طيبين ولا يتسببوا في أذى أحد كان كثيرا ما يجلس أولاده حوله ويقول لهم إنما بلغت ما بلغت في الحياة ببركة علاقتي مع الخلافة والجماعة وادعو الله تعالى ان يوفقني للوفاء بعهد وقف الحياء. وكتبت ابنته درمانا: هذه كانت امنيته دائما. كان ابونا يطالبنا بشيء واحد فقط: بان نكون مسلمين احمديين طيبين، وان نعتني بمن حولنا، والا نتسبب في اذى احد. وكتب ابنه الاكبر روحان: كان والدي شديد الحرص على تربيتنا روحانيه. كلما سألناه سؤالًا أجاب عليه بصفته داعية على ضوء القرآن الكريم ومن الوجهة الدينية. وقال ابنه الأصغر فؤاد البالغ 15 عامًا من عمره: "كان مصابًا بمرض السرطان، وعندما اشتد به المرض في أيامه الأخيرة، قال لي: "كنت أريد أن أراك تعيش عيشة طيبة رائعة". ولكن مشيئة الله تعالى ليست هكذا وإني راض برضاه باختصار كان المرحوم يوصي أولاده دائما بالتمسك بأهداب الجماعة والخلافة وفق الله أولاده بالعمل بنصائحه واستجاب دعيته بحقهم كل من كتب عن المرحوم من معارفه من الواقفين الدعاة وغيرهم ذكر عموما أن المرحوم كان بشوشا يجذب انتباه الآخرين في المجالس بكلامه الطيب وكان شخصيته رائعة محببة كان متقنا لعمله حيث كان خبيرا في مجال تخصصه وهو الحاسوب وارت وورك كان داعيا ولكن عقله كان يعمل جيدا في الأمور التقنية وأعمال تصميم الكتب وتنضيدها عمل كثيرا في هذا المجال في مطبعة رقيم وقد أتيحت لهم الفرصة الجيدة لتسخير مهاراته للجماعة في هذا المجال كان المرحوم يعد لخدمة الجماعة فضلا من الله وسعادة عظيمة على الدوام كتب أحد أقاربه الآخرين كان يساعد الآخرين في أعمالهم في صمت وكان يقدم مساعدة مالية لذوي الحاجة والأقارب صمت غفر الله له ورحمه والهم أولاده الصبر والهمة ووفقهم لمتابعة حسناته ورزق والديه أيضا الصبر والسلوان وهناك جنازتان غائبتان أولهما للسيدة رقية شميم بشرى زوجة الأستاذ المرحوم كرم إلهي ظفر الداعية الإسلامي الأحمدي في إسبانيا سابقا فهي الأخرى توفيت قبل أيام إن لله وإنا إليه راجعون كانت من مواليد 1932 في قاديان وكانت بفضل الله تعالى منخرطة في نظام الوصية وقد خدمت الجماعة لسنين طويلة بصفتها رئيس لجنة الله في إسبانيا تركت ثلاثة أبناء وثلاث بنات أحد أحفادها السيد أعطاء المنعم طارق واقف الحياة وهو رئيس المكتب الإسباني المركزي وإحدى حفيداتها متزوجة من داعية أحمدي وإثنان من أبنائها أيضا بفضل الله نشيطان في خدمة الدين وأكبرهم نائب أمير الجماعة في إسبانيا وكان جد المرحومة من قبل أبيها المولي فخر الدين وجدتها صاحب بيبي وكان من بهرا. وبعد بيعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في حياته استقر في قاديان وكان جد المرحومة من أمها الأخ عبد الرحيم وكان من السيخ في أجمير ثم بايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وكان هو الآخر قد جاء إلى قاديا بعد البيعة للدراسة، وهكذا كانت المرحومة من نسل صحابة من كلا الطرفين، ولقد كتب ابن المرحومة رقية أنها كانت مشغوفة بكتاب الدعوة إلى الحق، وقد قرأتها مراراً وكانت تقول أنها وجدت فيه جواب كثير من الشكوك والشبهات التي كانت تساورها. وكانت مهتمة بالصلاة منذ كان عمرها 12 عامًا فقط، وكانت تدعو الله تعالى أن يهديها الصراط المستقيم وسبل الإيمان، وكانت تهتم بالحجاب كثيرًا، وكانت مثلًا يحتذى في هذا المجال، وكانت تساوي المرضى والمحتاجين، وكانت مستعدة دومًا لمساعدتهم بكل طريقة ممكنة. حين جاءت إلى إسبانيا مع زوجها الداعية الأحمدي، وواجهت مشاكل ومصاعب كثيرة، حيث كانت الشرطة كثيرا ما تعتقل زوجها لنشاطه في تبليغ الإسلام، كما كانت تداهم البيت أيضا، وتنقب في البيت عن إثباتات لنشاطه في التبليغ، ولكنها بفضل الله عز وجل كانت كزوجها موقنة بأن الله سينصرهما أخيرا ويزيل جميع المشاكل. حين امر سيدنا الخليفه الثالث رحمه الله مولانا المرحوم بالبحث عن مكان مناسب لبناء المسجد في قرطبه ساعدته المرحومه كثيرا فقد كتب ابنها انه حين بدات اعمال بناء مسجد بشاره كانت المرحومه تاتي مع زوجها كل يوم تقريبا بالباس من قرطبه الى بيدروباد للاشراف على العمل وكان عندها سجل النفقات كلها فقد عملت كمحاسبة بخصوص بناء المسجد يقول ابنها فضل إله قمر إن والدتي وضعت نصيحة سيدنا المسلح المعود رضي الله عنه دوما في الحسبان حيث كان رضي الله عنه قد قال لها عليك ان تهتمي بواجبك وتشيري على زوجك فانك تسافرين الى بلد يجب الا تتسببي فيه في تهاون زوجك في نشر الدعوه بل يجب ان تنشطيه اكثر اذ سيتوفر لك وقت طويل للعيش معه بعد الموت لذا عليك ان تضعي هذا الامر في البال دوما وتسعى جاهدة لجعل أوقات العمل في هذه الأيام من حياتك مفيدة أكثر فأكثر فعملت في كل حال بهاتين النصيحتين فقد عملت بكل صبر وهمة ابتغاء مرضاة الله دوما وفي كل حال كانت أول حياتها هناك صعبة جداً ولكنها قضتها بكل أعزم وهمة وأثرت الدين على الدنيا دوما وعمل بنصائح سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه أقامت نموذجا إسلاميا في بلد أوروبي كان ذكر الإسلام فيه يوما يعد جريمة فكان لها دور بارز في تنشيط أعمال تبليغ الأحمدية في أسبانيا غفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها ووفق أولادها لمتابعة حسناتها الجنازة الثالثة اليوم لسيدة طاهرة حنيف ابنة سيد زين الأعبدين ولي الله شاه وزوجة ميزة حنيف أحمد المرحوم بن سيدنا خلفة الثاني رضي الله عنه فهي أيضا توفيت قبل أيام إنا لله وإنا إليه راجعون وكانت بفضل الله منخرطة في نظام الوصية وكما قلت كانت كنة سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه وزوجة خالي وكانت من مواليد 1936 في قاديان كان والدها السيد زين العابدين ولي الله الشاه عالما كبيرا وكتب شرح البخاري باللغة الوردية في عدة مجلدات وقد عاش في بلاد عربية واسم أم المرحومة سيدة سارة وكانت عربية من دمشق وجد المرحومة حضرة الدكتور سيد عبد الستار شاه كان أول أحمدي في عائلتها حيث بايع على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في عام 1901 وقد أرى الله عز وجل الصغار والكبار في العائلة الرؤى وارشدهم وقوى إيمانهم. وكان حضرة الدكتور عبد الستار جد حضرة الخليفة الرابع رحمه الله من قبل أمه. وبذلك كانت المرحومة ابنة خاله. لقد خدمت المرحومة الجماعة من 1972 إلى 1990. بصفتها سكرتيرة الاصلاح والارشاد في لجنة اماء الله في ربوة، ثم عاشت فترة مع زوجها واقف الحياة في سيراليون، وهب الله لها ثلاث بنات وابنا واحدا، تقول ابنتها الكبرى امة المؤمن: "لقد رأيت والدتي دوما تداوم على صلوات الخمس والتهجد والصيام وتلاوة القرآن المجيد". بل كانت تصلي صلاة الدوحة أيضًا، وكانت تنجز أعمالها بكل حب وشغف، وكانت تعبد الله أيضًا بحب وشوق، وكنت أستغرب أنها مع هذه الأعمال كيف تنجز أعمالها المادية، فكانت تهتم بأداء حقوق أهل الزوج والجيران، وتعتني بوالدي وتهتم بطعامنا وشرابنا، كما كان لديها اهتمام كبير بالضيافة. وكانت تحب الجماعة وتكن كبير الإخلاص والحب والوفاء لجميع خلفاء المسيح المعود عليه السلام وكانت تهتم بمقتضيات الوصية وكانت تنصحنا بمراسلة الخليفة وتقول لنا إنها تطمئن بعد إرسال الرسالة إلى الخليفة فكانت ترسل لي أيضا الرسائل بانتظام بل كانت ترسل الرسالة بعد كل خطبة وكانت تعلق على الخطبة وتذكر فيها ما أعجبها من الخطبة بوجه خاص ولم تكن تعترض على أمر بل كلما اعترضنا نحن الأولاد على أمر ما قالت لنا لا داعي للاعتراض فلم أجد له أي فائدة بل هو يدور دوما فكانت لها علاقة خاصة بالخلافة وكانت تساعد الفقراء كثيرا لقد كتب لي شخص اسمه أختر حين ترك والدي والدتنا وايانا اوتنا المرحومات في بيتها وتكفلتنا كاولادها ولم تدعنا نشعر باي حرمان او نقص في الاكل والشرب واللباس والدراسه قط غفر الله لها ورحمها دوما وجعل مثواها في اقدام صالحين ووفق اولادها ايضا لتقليدها في الحسنات الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتائذ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم